الظروف الصعبة للفلسطينيين والأرقام المتزايدة للبطالة في الضفة الغربية لم تمنع الشباب والشابات من الإبداع وإيجاد عمل لكسب رزقهم اليومي بطرق مبتكرة. ومع نسب الفقر التي تلامس 40% في الضفة الغربية، يبقى الأمل هو المخرج الوحيد للعديد من الفلسطينيين. العنف والاحتلال والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تلقي بظلالها بشكل متزايد على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، حيث تزايد معدل البطالة بنسبة تتجاوز 25% بين صفوف الفلسطينيين. ولكن في ظل الظروف القاهرة يظل الأمل المخرج الوحيد للعديد من الفلسطينيين العاجزين عن إيجاد فرص عمل. أسعد شمس شاب فلسطيني أغلقت الأبواب في وجهه بعد تخرجه، لكنه لم ييأس وحول شغفه إلى مهنة، حيث أصبح يعيد تدوير الألواح الخشبية الملقاة في الشوارع ليصنع منها أثاثا منزليا بدافع تجاري وفني. بدأت فكرة أسعد منذ 5 سنوات عندما لم يمتلك المال لشراء سرير، فقرر جمع الألواح الخشبية من الشارع وصنع سريره الخاص. لقيت مشتحين أو منصات خشبية موجودة بالشارع، عملتهم حطيت الفرشة ولليوم طبعا موجود التخت عندي. فكرة أسعد شمس الإبداعية تعد واحدة من ضمن المئات، حيث يتحدى الشباب والشابات الفلسطينيون ظروفهم السيئة للعيش، وبحسب المكتب الفلسطيني للإحصاءات فمعدل الفقر يصل إلى نسب تلامس 40% في الضفة الغربية. أرقام صادمة، فالظروف المعيشية الصعبة لسكان الضفة الغربية بصفة خاصة والشعب الفلسطيني بصفة عامة تتفاقم يوما بعد يوم، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي لوضع حد لسنوات من العدوان زادت من سوء الظروف المعيشية في كافة أرجاء فلسطين. مريم قدور، العربية.